بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا اليوم يوم عزيز على القلب لأنه يوم الوفاء. وهذا اليوم لا أتقدم فيه بشخصي أو بصفتي فقط، بل أتقدم بشخصي وبصفتي ونيابة عن كل أبناء وزارة الأوقاف والعاملين فيها وخطبائها وأئمتها وكافة المنسوبين إلى وزارة الأوقاف في طول مصر وعرضها، أتقدم بخالص الشكر والعرفان والامتنان لرمزين كبيرين من رموز وزارة الأوقاف، تفانيا بكل إخلاص وصدق في خدمة وزارة الأوقاف ولم يدخر جهدا في سبيل ذلك. الأول هو صاحب الفضل والفضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ صبري ياسين، الذي نعتز به عالما من العلماء الموقرين الكرام، قدم خلاصة عمره الكريم والسنوات الطوال الماضية يخدم فيها دينه ووطنه، وعبر مسار وظيفي طويل تدرج فضيلته فيه في مختلف المناصب القيادية، عرف الجميع عنه العلم والأدب الجم والخلق الرفيع والعقل الواسع وبعد النظر، واشتهر بين الجميع بكل صفات التقدير والإجلال. فوجاءت اللحظة التي نتوج فيها هذه المسيرة المضنية والشاقة والتي انتزعته طويلا من أسرته ومن أولاده ومن راحته حتى يؤدي عمله المنوط به على أكمل وجه، نأتي اليوم إلى ثمرة وحصيلة وتتويج كل هذه السنوات بلحظة الوفاء والعرفان والشكر الجزيل له على ما قدم من مجهود صادق وعلى ما قدم من عطاء لا نستطيع أن نوفيه حقه فيه. والشخصية الثانية السيد المهندس مجدي أبو عيد، الذي عرفته وزارة الأوقاف بل وكافة محافظات مصر متفانيا في أداء عمله في كافة ربوع مصر ومحافظاتها في مجهود شاق جدا ومضني ومتشعب وملم بملفات كثيرة متقاطعة داخل وزارة الأوقاف وداخل هيئة الأوقاف وداخل أروقة البرلمان المصري وبقية مؤسسات الدولة، حيث مثل وزارة الأوقاف داخل أروقة مؤسسات الدولة المختلفة مدافعا عن حقوقها مشرفا على أبنيتها. فالحقيقة أن مسيرة السيد المهندس الجليل والموقر مجدي بيه أبو عيد مسيرة فخر ومسيرة اعتزاز نقدرها ونثمنها ونشكرها ونمتن لها. ومهما قدمنا اليوم من عبارات الشكر والثناء فإننا لا نوفي العطاء الذي قدمه لدينه ووطنه في أروقة وزارة الأوقاف. طبعا صاحب الفضل والفضيلة فضيلة الشيخ صبري ياسين نعتز به أخا كبيرا وصديقا عزيزا وعالما جليلا، وعلاقته بمؤسسته الأم لا ولن تنقطع أبدا، بل هي علاقة قائمة وعلاقة موصولة وعلاقة ود وتقدير وإخاء واحترام. وكذلك المهندس مجدي، هذا المكان بيتكم الذي أفنيتم فيه يعني سنوات العمر، هذا المكان مؤسستكم التي سعدت بعطائكم والتي تحتفل اليوم لتقدم لكم كلمة الشكر والامتنان. ومهما قدمنا ومهما قلنا لا نوفي مقدار الجهد والعطاء المبذول من حضراتكم. اليوم هو يوم الوفاء، هو يوم العرفان، هو يوم الشكر، هو يوم الإشادة بمسيرتين عزيزتين على قلوبنا. منذ أن تشرفت بحمل الأمانة وبحلف اليمين أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشرفت بأن أكون خادما لوطني وديني وأبناء مصر الكرام هنا في وزارة الأوقاف، وأنا أراقب عن قرب كل المحيطين بي في أروقة الوزارة، فكان يلفت نظري ما عليه السيدان الكريمان
فضيلة الشيخ صبري ومجد بيه أبو عيد من الخلق الجم والسمعة الطيبة والتقدير المبذول للجميع لهما من جميع من في أروقة الوزارة. وكنت أراقب كل من يحيط بي فأرى أن فضيلة الشيخ صبري ومجد بيه من الشخصيات التي تحظى بمنتهى التقدير والاحترام، ونحن نجل العطاء الذي يعني قدماه طوال سنوات العمر. وأنا يعني بالأصالة عن نفسي ويعني عن وزارة الأوقاف كاملة وعن الوطن بكل أبنائه أشكر السيدين الكريمين شكرا جزيلا، ونحتفل اليوم معهما بعمر كريم شهد منهما البذل والعطاء، واليوم يشهد من الوطن الشكر والوفاء. أنا ممنون لصاحب الفضل والفضيلة فضيل الشيخ صبري ياسين، وممنون للسيد المهندس الجليل الموقر مجد بيه أبو عيد، وأرحب ترحيبا حارا بأسرة صاحب الفضل والفضيلة فضيل الشيخ صبري، مرحبا وأهلا بالسيدة الكريمة حرم فضيلتك وبالابن الكريم وبالحفيد الكريم صبري الصغير الذي ندعو الله تعالى أن يجعله قرة عين. مجد بيه أسرة سيادتك موجودة، تبلغهم سيادتك منا خالص الشكر والإجلال والاحترام والتقدير البالغ لسيادتك وللأسرة الكريمة وللأهل الكرام. فنرحب بأسرة فضيلة الشيخ صبري ترحيبا حارا. فضيلة الشيخ صبري كان نعم المثال ونعم النموذج ونعم القدوة، عالما وإداريا، وحتى الفترة الأخيرة التي قضاها في الاتصال السياسي حظي بالاحترام والتقدير من كل السادة النواب أعضاء مجلس النواب. ما من أحد من النواب يأتي وأستقبله في مكتبي إلا هو يشيد بالأداء الشديد الرقي من فضيلة الشيخ صبري ياسين. شهد كل من احتك بالسيدين الكريمين لهما بالعطاء اللامحدود والتفاني في خدمة الوطن وفي خدمة الوزارة. وأنا أقدم نيابة عن كل من اجتمع اليوم، أقدم لكما كل الشكر والامتنان والتقدير، ولا أجد أثمن ولا أغلى ولا أشرف ولا أجل من تكريم مسيرة العطاء الممتدة لحضراتكم من كتاب الله جل جلاله، فأتشرف بتقديم المصحف الشريف إلى السيدين الكريمين. أنا والله يعني شهادة لله معالي الأستاذ دكتور وزير، ولكن إنسان قبل أن يكون وزيرا، شهادة لله. وزارة الأوقاف أكرمها الله سبحانه وتعالى بمعاليه. حاجة بسيطة خالص، الدكتور نوح معرض عليه الموضوع امبارح بالأمس، يعني مش بعيد ولا حاجة، يعني قال له خلاص إيه المتبع يا شيخ نوح؟ قال له ما فيش حاجة، احنا بنقعد في القاعة وهنرحب بالشيخ. قال له طب إيه المتبع تاني؟ قال له بنجيب حاجة بسيطة جاتوه وبتاع. قال له خلاص كله يبقى عندي. شوفوا الكلام، يعني بالله عليكم هل يعني شفنا هذا؟ وهو يعني مش حكاية، والله راجل عالم محبوب والجميع، أنا بتياري يعني تراب الأرض اللي هو بيمشي عليه بيحب معالي الوزير بصدق والله. يعني أنا يعني يعجز الكلام عن الكلام، وأنا مش عاوز يعني أقول أكتر من هذا. علم. وشكر برضك لزملاء الأفاضل، يعني إحنا عشنا مع بعض تقريبا، أنا 34 سنة تقريبا خدمة في وزارة الأوقاف، وعشنا مع بعض 11 سنة مع السادة الزملاء هنا في الديوان، يعني كنا قاعدين معاهم أكتر ما قاعدين في بيوتنا. أنا يعني بشكرهم، وكانت أيام جميلة وحلوة، ولو كان بدر مني حاجة، حد زعلان مني يسامحني، لأن يعني إحنا خلاص يعني نسامح بعض كلنا، لو بدر حاجة يعني تسامحوني يعني، وربنا يبارك فيك ويحفظكم، وشكرا لمعاليك والله. يعني أنا والله يا ويوفقك يا رب، ربنا يوفقك ويعينك، وهي مسؤولية كبيرة وإن شاء الله أنت قدها يا رب، إن شاء الله بكرم ربنا سبحانه وتعالى، لأن أنت إنسان مخلص وبالمخلصين من أمثالك، ربنا يبارك لك. والكلام اللي أنت قلته ده وسام على صدري، وسام على صدري حتى أن ألقى الله سبحانه وتعالى، ربنا يبارك لك. مهما قلنا من وفي شكر، الله يبارك لك معالي الوزير، تحياتي لك، ربنا يبارك فيك ويحفظك من كل مكروه معالي. شكرا جدا معالي الوزير، شكرا لك. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللحظة دي هي كللت التعب اللي أنا تعبته في وزارة الأوقاف، إن معالي الوزير المحترم الوطني المخلص الإنسان يبقى بيكرمني، وده وسام على صدري، ولا يمكن أوفي لوزارة الأوقاف حقها باللي أنا شفته دلوقتي. يكفيني فخرا تكريم معالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف الإنسان المخلص المحترم، خادم للوطن منذ سنوات طويلة، وربنا يعينه على المسؤولية اللي هو فيها. آمين يا رب. ويجعله يعني في من أقوى الشخصيات في الجمهورية بخدمة وطنها. آمين يا رب. وبشكر زمايلي المحترمين، وبرضه بعتذر عن لأي واحد كنت أسأت له، كلهم كانوا بيستحملونا، وزمايل محترمة، وكلهم كانوا بيوجهوا لنا النصح وبياخدوا مننا اللي احنا نقدر نقوله. وبصراحة يعني ما شفتش في العهد ده زمايل، أنا عايش في الوزارة من فترة طويلة، هذا الجيل ربنا يحفظه ويعينه على خدمة وزارة الأوقاف تحت قيادة معاليكم إن شاء الله. وربنا يا رب يجعل يعني الوقت والجهد اللي هتبذله في تطور لوزارة الأوقاف أولا والدولة المصرية ثانيا. ويا رب يا رب يا رب يوفقك يا معاليك. وأنا وسام على صدري، أنا مش عارف أتكلم، أنا بتاع هندسة مش بتاع عقل، بس أنا فعلا بشكر معاليك. ربنا يوفقك معاليك ويحفظك ويشددك يا رب ويسدد خطاك يا رب. شكرا. شكرا على صدر الله على الوزير. شكرا جزيلا.